الحقيقة اليوم جلسة تاريخية مهمة جدا في تاريخ كل الدورات لمجلس النواب، حدث حقيقة لم يكن سابق لنا وهو استقالة السيد رئيس مجلس النواب لأسباب كثيرة وعده هو ذكرها. اليوم الحمد لله جددت حقيقة الولاية إلى السيد رئيس النواب، وهذا حقيقة دماء جديدة. نحن ننتظر هذا الموضوع، الشعب العراقي ينتظر هذه الجلسة، ينتظر تفعيل مجلس النواب. ننتظر إن شاء الله تعالى قريبا سنقوم بانتخاب رئيس الجمهورية، وبعدها نمضي بانتخاب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة. لدينا قوانين كثيرة معطلة، أهم قانون هو قانون الموازنة، وكذلك أيضا قوانين أخرى كثيرة يعني سنعمل بها لاحقا إن شاء الله تعالى. وصلت التفاهمات بين الكتل السياسية اليوم، تمرير الكابينة الوزارية وحتى موضوع رأس الجمهورية بين الحزبين الكردية، خاصة يعني حضرتك نائب قريب من الأجواء؟ الحقيقة اليوم يعني اقدر اعتبرها فاتحة خير بعد هذا الاستبداد السياسي اللي مضى عدة أشهر منه، صابت خيبة أمل كبيرة للشعب العراقي. إن شاء الله اليوم الفراج يعني بدأ، سنبدأ احنا جلساتنا ونتواصل حقيقة في عمل لجاننا بشكل مكثف إن شاء الله تعالى حتى نعوض الأيام السابقة. وكذلك التفاهمات نقدر نقول وصلت إلى 90% من القوى السياسية بالمضي باختيار رئيس الجمهورية ورئيس وزراء ان شاء الله. متى ممكن نتوقع ان تعقد هذه الجلسه؟ يعني قريبا جدا ان شاء الله تعالى، خلال هذا الشهر ان شاء الله تعالى نشهد ان شاء الله احداث طيبه للشعب العراقي. ممكن ايضا يعني بما يخص قانون مفوضيه الانتخابات، البعض يتحدث عن اعتراضات وعن خلافات داخل الكتل السياسيه، اكو تفاهمات وحديث بشان هذا الموضوع، خاصه وانه جميع الكتل السياسيه متفقه على الانتخابات المبكره. تعرف هذا جنابك، قانون تغيير يعني قانون الانتخابات هو سابق لأوانه، لكن هو من ضمن الضوابط اللي راح تكون ضمن الحكومة المنتخبة الجديدة خلال فترة معينة اللي هي مجلس المحافظات وكذلك مجلس النواب. هل سيبقى القانون نفسه أو يعدل؟ ترجمه راح تكون يعني فقرات للنقاش، التعديل او الحذف او الاضافه ان شاء الله. لحد الان لم يتم الاتفاق في اداره الدوله؟ لم يتم الاتفاق لحد الان. جزيل الشكر. انا الدكتور عدنان شحيش. ممنون دكتور.